أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. ما الذي يجري في آمرلي، ناحية تقع في محافظة صلاح الدين، حيث تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا يتحدث فيه شخص حول تهجير أهالي ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين، وتحدث هذا الرجل في المقطع بأن ميليشيا كتائب سيد الشهداء بزعامة أبو آلاء الولائي كما قال قامت بتهجير أهالي آمرلي من منازلهم في مخطط جديد لتغيير ديموغرافي كما قال عراقيون تحت ذريعة الفراغ الأمني. هذه الرواية الأولى. أما الرواية الثانية كما قال عراقيون أيضا على منصات التواصل الاجتماعي بأن نزاعا نشب بين عشيرتين في ناحية آمرلي، ولكل عشيرة لديها ميليشيا، فبدأت عملية التهجير. فعلى أي حال فهو تهجير في النهاية ونزوح في كلتا الحالتين. وشكت الأسر المهجرة في فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في العراق من قيام الميليشيات بتهجيرهم، وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عراقيون عائلات من قضاء آمرلي أكدوا فيها بأن مسلحين تابعين لميليشيا كتائب هددوهم بالقتل حال رفضهم لترك منازلهم والخروج من القضاء وأمام أنظار القوات الأمنية. هذا وأوضحت مصادر صحفية بأن الميليشيا قامت بترويع النساء والأطفال عقب استنجاد أحد المقربين منها للتدخل بسبب خلاف مع شخص آخر في القضاء، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدا خطيرا ودليلا على سطوة الميليشيات وغياب سلطة القانون. دعونا نشاهد قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. اليوم 23/10/2022 كتاب سيد الشهداء هيئة الحشد الشعبي باسم كتاب سيد الشهداء هيئة الحشد الشعبي تهجير عوائل في قضاء آمرلي وخطف وقتل العوائل الآمنة وأمام الأنظار القوات الأمنية. السيد رئيس الوزراء رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علاء الولائي كتاب سيد الشهداء باسم كتاب سيد الشهداء يهجرون العوائل من قضاء آمرلي قوة السلاح وسلاح الحشد الشعبي وسيارات الحشد. والآن في احنا في قضاء آمرلي، العوائل هسه قاعد تطلع من آمرلي إلى أمام أنظار العالم أجمع، أمام أنظار السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هيئة الحشد الشعبي اتخاذ إجراءاتكم. العوائل الآمنة مرعوبة الآن، العوائل الأطفال كلهم هسه قاعد يطلعون من آمرلي وأمام قوات الأمنية بحضور السيد مدير شرطة آمرلي. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول الذي جرى ويجري في ناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين. يقول عثمان جاسم: بعد وين ما شفت شيء، القادم أسوأ، هذه البداية كما يقول. أما علي الربيعي فيقول: الشغلة صارت عصابات ولصوص وسرقات بروس الفقراء والمساكين. يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، الله على كل ظالم. كريم السنجر يقول: هذا شنو شغل هذه العوائل؟ مو خطية، خافوا من الله. أما أبو علي فقال: راح يجيبون عوائل إيرانية كما يقول ويملكوهم أراضي، يقول أنتم نايمين كما يقول أبو علي. إذن ما الذي يجري في آمرلي بحسب ما استمعنا إليه في هذا المقطع بأنه تهجير من قبل الميليشيات، وحديث آخر عن نزاع عشائري ولكل عشيرة لديها ذراع ميليشياوي، لكن بالنتيجة حدث هذا التهجير بحسب هذا المقطع والأنباء التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. معنا اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله، هل لديك معلومات حول هذا الأمر
في آمرلي؟ في آمرلي، آمرلي بعيدة علي أستاذ العزيز. نعم. آمرلي تحكمها الميليشيات، تحكمها ميليشيات. اللي يقول لك ماكو ميليشيات، يقول لا اكو ميليشيات، يعني انت من تجي تقيس محافظة صلاح الدين. مدراء الدوائر من قائم مقام إلى محافظ إلى كلها ماكو، تجي تقيس هذول كلها ميليشيات. لأن موالين بعض، حتى من تجي تقيس تجي مدير بلدية ساندة عضو برلمان. نعم. مدير البلدية ساندة عضو برلمان. القيم مقام ساندة عضو برلمان. يصول وجود بكيفه، يعني من تشتكي شكوى رسمية. انا بعد احتياج ثاني انا اشتكيت على قيم مقام. نعم. يعني يم القاضي الشكوى مالتي ما تمشي. نعم. الشكوى مالتي ما تمشي. قلت لهم زين انا لو انا متجاوز عن قائم مقام انا مو الحق بس سجن ويطبق عليه قانون مع قرار مجلس خيار ثوره من حد ان القيم مقام يمثل رئيس الجمهوريه بالقضاء. نعم. يقول لك ايه بس هو مسنود زين، هو مسنود ما يخالف. زين هو مسنود. الشعب شنو ذنبه؟ نعم. يعني هم من يقول لك والله نريد نتكاتف على شنو؟ على داعش؟ لا جيتنا انت اضرب من داعش. نعم. الجانة أضرب من داعش. زين أبو عبد الله، أنت ما سمعت أي شيء على ناحية آمرلي؟ لا والله ما سمعت. ما سمعت. أجبت عليك. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين، كان معنا وسام من بابل. تفضل وسام. هشام. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أخويا هذه عصابات مجرمة، هذه الفقاعات مجرمة، الله وكيلك، ومن يسمجها من بعض المراجع الدين القذرة، هذه هي ميليشيات الحج الشعبي والبقية الميليشيات الإرهابية. أي والله الإرهابية المسنونة من بعض رجال الدين. رجال الدين الله وكيلك جزء من هذه يعني العمليات. هشام أين هي القوات الأمنية؟ أين هي الحكومة؟ إن كانت رواية هذه التهجير يعني بالمحصلة هو يقال بأنه نزاع بين عشيرتين وكل عشيرة لديها ميليشيا، وبالأخير من يدفع الثمن هو المواطن، أين الحكومة؟ أين القوات الأمنية مما حدث في آمرلي؟ أخوي القوات القمعية المجرمة هي جزء لا تفرق عن الميليشيات الحج الشعبي. هذه الميليشيا، هذه الفقاعات المتمردة الله وكلك، هي وقادتها متمردين، وحتى رجال الدين، هاي رجال فساد وذلة، وهم لا يفرقون عن الميليشيات الحج الشعبي. أولئك القتلة، أولئك المستبدين. أي والله قتل المستبدين الفاسدين. هشام، الفقاعات هذه الله وكلك، هشام من بابل كان معنا. اتصال أبو صلاح من كربلاء، من محافظة كربلاء. أرحب بك معنا أبو صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني مقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وأنباء تحدثت عن يعني نزوح أهالي ناحية آمرلي بسبب يعني أوامر أو تهديد من قبل إحدى الميليشيات، وهي ميليشيا تابعة للقيادي أبو آلاء الولائي، ميليشيا كتائب سيد الشهداء. لماذا يهجر نعم. هؤلاء الناس؟ أين الحكومة؟ أين القوات الأمنية؟ ما السبب؟ والله ما أكو حكومة بالعراق يا عمر. وثانيا ذولا من السنة الثلاثة، من السنة الثلاثة لحد هاي اللحظة ما جلبوا الخير للشعب العراقي، جلبوا الويل والثبور. وهاي الحكومة أصلا فاسدة. نعم وهم هذول عصابات، يعني مو بس الفقراء، إذا ما الله يعني صار ما تقدر تحكي أي واحد من الأحزاب. كل الميليشيات ميليشيات فقرة جايين على مدى الرواتب وقتلون للعالم، يعني هذا كل الواحد ولا نعم. يعني إلى متى يستمر هذا مسلسل التهجير والنزوح وترك الناس لمنازلهم؟ والله استمر أخ عمر، لأن الفاسدة هي الحكومة، ميليشيات وعصابات. وهاي الحكومة أصلا هي مو حكومة، هي تأسست على شكل من وما يسمى بالحركة، إلى علم ما يسمى بالحركة، كل الأمر من يرى هاي الحكومة. نعم.
شكرا لك أبو صلاح من كربلاء كان معنا. دعونا نذهب إلى ملف آخر، حيث أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد بغلق عدد من الشوارع والطرق والجسور الحيوية أمام حركة سير المركبات وسط بغداد في ظل انتشار مكثف للقوات الأمنية قبل ساعات من موعد انطلاق تظاهرات ثورة 25 من تشرين. هذا وشهدت شوارع بغداد زحاما مروريا خانقا عقب فرض القوات الأمنية إجراءات مشددة حول مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، من بينها إغلاق الجسر المعلق وتقاطع قرطبة ومدخل ساحة السعدون، حيث منعت دخول العجلات التي تقل أكثر من شخصين. في غضون ذلك أكد الناشطون إكمال الاستعدادات لإحياء ذكرى 25 في ذكرى ثورة تشرين الثالثة بعد عقدهم اجتماعات موسعة مع منظمي عدد من المحافظات ضمن مساعي إعادة زخم الثورة كما قالوا. وأكد المتظاهرون رفضهم لحكومة الإطار التنسيقي بزعامة محمد شياع السوداني، مشددين على وجوب إزالة سلطة الأحزاب الطائفية وإنهاء نظام المحاصصة بالكامل. دعونا نشاهد جانبا من بيان ثوار بغداد في هذا الصدد قبل استعراض التغريدات على وسم انتفاضة الشعب 25، فلنتابع. من الجنوب النازف إلى الغرب المكبل إلى الشمال الأسير، هذه دعوة صادقة من شباب ذنبه الوحيد آمن بعراق موحد ذو سيادة وكرامة خال من السلاح والفساد، للنزول بتظاهرة موحدة كبرى في جميع المحافظات العراقية يوم 25 من تشرين، ترفض معادلة الفساد والطائفية والمحاصصة، وتعلن للجميع أن هذا البرلمان فاقد لشرعيته الشعبية، وما هو إلا نتاج لمعادلة التوافق المقيتة. نستعرض معكم عددا من التبديلات تحت وسم انتفاضة الشعب 25. يقول محمد الجنابي: 25 تشرين انتفاضة الشعب ضد حكومة تم إنشاؤها خلف الصبات وضد الأموال المسروقة. أما بغداد فتقول: من الأول قلناها، المشكلة بالنظام، نظام تقاسم السلطة هو السبب الرئيس للانحدار الذي وصلنا إليه، لازم يكون مطلبنا الأول والأخير هو إسقاط النظام البرلماني. تغريدة من أحمد صالح يقول: ويا ليت كل الأماكن تحرير وفي كل الشوارع هتافات، ويا ليت كل الناس أحرار وكل الشعب ثوار. أما حسن طالب فيقول: الثلاثاء موعدنا، جاهزون إن شاء الله انتفاضة الشعب 25. نذهب إلى ملف آخر وهو ملف التعامل الأمني والقمع المتواصل للتظاهرات المطلبية، إذ تظاهر خريجو كليات العلوم الذين جرى تعيينهم بوزارة الصحة قبل 10 أشهر أمام مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية وسط العاصمة بغداد، وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي لم تصرف منذ بدء عملهم في وزارة الصحة بسبب عرقلة صرفها من قبل وزارة المالية. وتعرض الموظفون المتظاهرون للقمع والاستخدام المفرط للقوة على يد قوات مكافحة الشغب في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن إيقاف نهب أموال العراق ومواجهة السراق، لا سيما فضيحة النهب الأخيرة البالغة نحو 2.5 مليار دولار على حد وصف الموظفين المتظاهرين. طبعا دعونا نشاهد جانبا من فض تظاهراتهم بالقوة في المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.
نبقى في هذا الملف ونذهب إلى محافظة ذي قار، حيث أفاد شهود عيان بأن القوات الحكومية فرقت تظاهرة قرب شركة نفط ذي قار شرقي المحافظة بالقوة بعد مطالبتهم بتوفير فرص للعمل. وقال الشهود بأن القوات الحكومية لاحقت المتظاهرين واعتقلت عددا منهم بعد أن صادرت مركباتهم وحاصرتهم في بساتين آل زيرج القريبة من مواقع التظاهر. وأكد الشهود بأن القوات الحكومية لم تراعي وجود خريجات برفقة والداتهن المسنات في التظاهرة بعد أن جرى الاعتداء عليهن أسوة بالمتظاهرين. لنشاهد قبل استعراض تفاعل العراقيين مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي. هيا كده يا ابوها جاتهم، هاي قوة جاتهم، قوة منا فضت الولد كده فضت الخالة الأكبر. يا ابوها على الأكبر هاي بيعرفوا ويانا دخلوا على بيوت، دخلوا على بيوت. وإلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور وهذه المواضيع. حيدر الخفاجي يقول: مع الأسف يتم مواجهة حملة الشهادات بهذه الطريقة الهمجية التي تعود عليها هذا النظام الفاسد أمام أنظار العالم، وهو عاجز ومتفرج ولا يحرك ساكنة. جعفر موسى المالكي يقول: إذا هو دمج شو تريد يسوي؟ شو معرفه بحق التظاهر وحقوق الإنسان؟ يقول جعفر. أما ذو الفقار مكي فيقول: لعد شلون ما يقمعونا، لأن ما عندنا حزب وظهر نستند عليه، بس جماعة الأحزاب من طلعوا هسه يتظاهرون ما حد قدر يحاكيهم، لأن دولة ضعيفة وما بها حظ تخاف من بعض السلاح المنفلت. تعليق آخر من حسين أبو تيم يقول: شغلة مرتبة كلش من مدير الشركة وقائد الشرطة والمحافظ من أجل إنهاء الاعتصامات وتبقى التعيينات إلهم والولدهم. معنا اتصال أبو عمر من العاصمة بغداد، ورحب بك معنا أبو عمر. عرضنا في الملف الأول حول مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لتهجير أهالي آمرلي، واتهم من في المقطع كتائب سيد الشهداء بزعامة أبو ألاء الولائي بالتهجير. واستعرضنا في الملف الثاني جانب من بيان ثوار تشرين، وهم يتحدثون عن اكتمال الاستعدادات ليوم غد في ذكرى 25 من تشرين أكتوبر. وفي هذا الملف كما شاهدت جنابك استخدام القوة المفرطة ضد من يطالب بحقه من موظفين، يعني هناك موظفين لم يستلموا موظفو الصحة أو خريجو الكليات العلوم لم يستلموا رواتب منذ 10 أشهر، خرجوا للمطالبة بطريقة سلمية، جوبهوا بالضرب كما حدث كذلك في ذي قار لمن طالب بتوفير الوظائف هناك. أرحب بك. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا مرة المحترم، وحيا الله قناتك وأستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. إحنا نعرف في كل البلدان المتحضرة بالغرب أو البلدان العربية التظاهرات من تطلع الحكومة تظاهرات بأن الحكومة تشوف مطالب الشعب وتشوف يعني تكملة مسير الحكومة للشعب في كل البلدان، أن يكون الشعب إلا مطالب الخاصة على الحكومة أن تنفذ مطالب الشعب. ليش؟ أن الحكومة هي مسؤولة على الشعب وبناء دولة وبناء وطن وبناء مجتمع وتقدم وطن من ضمن الأوطان اللي جاي تتقدم بالعالم كله. لكن للأسف بالعراق عندنا ماكو لا تقدم لا بناء وطن لا بناء دولة، كل ما هنالك عندنا بناء الأحزاب وسرقة أموال العراقيين، عندنا أحزاب السلطة جاي تقتل بالشعب وتنهب أمواله ومنافذ الحدودية كلها سرقاتها بالجيوب الفاسدين.
واما القوات الامنيه ايضا هي متفرجه وتقتل ابناء الشعب العراقي وتطارد وراهم الى سكناهم في الاحياء في المناطق في الازقه. واما سلطه الاحزاب هي متفرجه وفرحانه على هاي الامور، لان القوات الامنيه ايضا مساعده بقتل الشعب كثير الشعب، فكلاهما ليس يمثلون دوله ولا يمثلون وطن، لانهم هذول ضد الشعب العراقي في هذه الصوره يصبح بان الحكومه يعني استمرار سياسه القوات الامنيه ضد هذا الشعب العراقي. نعم ابو عمر، سياسه القمع وفض هذه التظاهرات السلمية، ودائما ما تستخدم يعني هذه القوات القوة المفرطة ضد التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق، ماذا يفسر؟ أستاذ عمر يفسر بأنه الحكومة وسلطة الأحزاب من 2003 لحد الآن ما عندهم قاعدة شعبية، ما عندهم قاعدة روح وطنية تلم شعب العراقي يعني إخراجه من الظلمات إلى النور، بل هي خلته في الظلمات في نفق مظلم ليس له مخرج وليس له مدخل. أن الشعب العراقي ما زال يطالب أكثر من 2003 لحد الآن يخرج بكل تظاهراته بس يلاقون القمع والقتل. إذا كانت الشهادات عليا وإذا كانت موظفين عقود الأجور اليومية يطالبون حقهم أو مظاهرات يريدون إثباتهم على الملاك، كل هاي الأمور نشوف سلطة الأحزاب ما نفذت أي مطلب من هذه المظاهرات اللي قاعد تخرج من 2003، سوى القمع سوى القتل سوى التهجير ملاحقة الناشطين اللي قاعد نشوفه. هذا يعتبر بأن الحكومة ما تقدمهم لا وظائف ولا تثبيتهم على الملاك ولا توظيف اي خريج من الخريجين اللي نقدر نقول عليهم ذات عقول الخيره وذات عقول اللي تعبت على نفسها طول السنين اللي مرت، والان قاعد نشوفها من حكومه سلطه الاحزاب ماكو عندهم اي رد سوى هذا، وكما دلاله على انه فشل الحكومه وفشل القياده وفشل سلطه الاحزاب واداره الشعب لهذا الوطن العراقي عقد جميل اللي حضارته أكثر من آلاف السنين. نعم، أنا أشكرك أبو عمر من العاصمة بغداد، كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة والعديد من الملفات سوف نناقشها معكم، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو عراق من الفلوجة، ورحب بك معنا ابو عراق، تفضل. وعليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك استاذ عمر. انا راح اختصر لك الكلام. احنا ما زين ايران ورانا، العراق ما يصير براس خير بعد 100 سنين. ليش؟ لان السياسيين والحكومات المتعاقبة كلها تابعة لايران. يا استاذ عمر، احنا هسه امنا بس بالشعب، الشعب اذا توحد وصار ايد واحده لا يرجع العراق. اما نبقى نتامل كل سنه تجينا انتخابات، فشغله بعد ما تفيد استاذ عمر. نعم، صارت في ايران، خلي نسمع للشعب العراقي
وما تصير لنا كل شهر بعد. وأنا أشكرك. شكرا لك أبو عراق من الفلوجة كان معنا. دعونا نذهب إلى ملف التعليم الذي يشغل الساحة العراقية وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث نظمت الطواقم التعليمية ونقابة المعلمين وناشطين وناشطون نظموا في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير المناهج والمستلزمات والمقاعد الدراسية في الصفوف المدرسية. وقال المحتجون بأن قضاء الغراف يعاني من نقص في الطواقم التدريسية ونقص الأبنية المدرسية في ظل اكتظاظ أعداد التلاميذ والطلبة داخل هذه الأبنية، مؤكدين عدم استلام الطلاب أي كتب أو مستلزمات دراسية. كما طالب المحتجون الجهات الحكومية بالتحرك وإيجاد حل ينهي معاناة العائلات الفقيرة. دعونا نشاهد جانباً من تلك الوقفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن تصل رسالتكم وأن يسمعوها وزير التربية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ويخافون الله ويقدمون خدمة إلى أبناء جلدتهم. والله يبارك فيكم على هاي الوقفة من أساتذة وطلاب وأخوة حضور من أهل الغراف، أهلنا وبلدنا وأعزائنا وشرفنا وكرامتنا. والله يطيل عمركم إن شاء الله. نبقى مع ملف تعليم ومدارس العراق ونذهب إلى قضاء شط العرب في محافظة البصرة جنوبا، حيث أظهرت لقطات مصورة حالة ثانوية أم القرى للبنات وهي توشك على الانهيار، خصوصا الطابق الثالث فيها. وتساءل سكان القضاء عن الدور الرقابي لوزارة التربية ونواب المحافظة في ظل هذا الإهمال الذي يضع حياة طالبات وطلاب المدرسة على المحك ويهدد سلامتهم. دعونا نشاهد. يعني مدرسة أيلة للسقوط تهدد حياة الطلاب في هذه البناية المتهالكة. نبقى في محافظة البصرة الغنية بالنفط، حيث استعرض الواقع المأساوي لإحدى مدارس المحافظة وكيف أن الطالبات يجلسن على مقاعد محطمة غير صالحة للاستخدام، في حين جلس النصف الآخر على الأرض بسبب عدم توفر المقاعد، في مشهد يعكس حال التعليم والفشل الحكومي في انتشاله من مستنقع الانهيار. دعونا نشاهد هذه الصور المؤلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي رحلتكم مكسرة ها؟ حلوات، ليش رحلتكم مكسرة؟ حلو. انت ليش قاعدات بالقاع؟ كان مو هاي رحلة، هاي مو رحلة الدورة موفرتها، يعني هاي مو مكسرة، هاي مو رحلة، هاي يعني هذه مو رحلات. شوف هم رحلات ها. هسا شد تناشد منو جيب لك الرحلات؟ الطالبة التربية الدولة مين تبدأ رحلات؟ يعني تسرق مليارين ونصف المليار دولار في أيام معدودة وتهرب إلى الخارج، وهذا هو حال
الطفل العراقي في المدارس. دعونا نذهب إلى تفاعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي حول معاناة الطلاب والطالبات العراقيين في المدارس. نقرأ بعض التعليقات. طبعا 2.5 مليار هذه لصفقة واحدة، ولو تحدثنا عن المليارات فنحتاج إلى حلقات. كنعان يقول، كنعان واحد يقول: المسؤولون يا مسؤولين خافوا من الله، رحلات يقصد مقاعد دراسية لا تستطيعون توفيرها، شوفوا مدارس العالم وين وصلت. أما أبو محمد فيقول: حتى أيام الحصار لم تمر وزارة التربية بهذا التقصير تجاه جيل كامل من التلاميذ، والسبب معروف، حيث اتجه الاهتمام إلى المدارس الأهلية وتجهيزها بكل مستلزمات التدريس، لأن أغلب المدارس الأهلية لجهات بالدولة. عماد سامي حديد يقول: شنو ذنب الأطفال وراح يجيهم البرد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما كرار الساعدي فيقول: هم مكسورة وهم قاعدين أربعة عليها، يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على وزارة التربية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، وارحب بالمتصل ابو احمد من بريطانيا. مرحبا بك معنا ابو احمد. ابو احمد، يعني في الاونه الاخيره مع بدايه العام الدراسي الجديد، وهذه يعني تتكرر كل سنه، تنتشر مقاطع الطلاب يجلسون على الارض، اطفال بدون مقاعد دراسيه، بدون كتب، مدارس متهالكه 20 سنه. ماذا قدمت الحكومات المتعاقبة، وزارات التربية لقطاع التعليم؟ تحية لك. حياك الله. أهلا وسهلا. شكرا. هم لا ما قدموا، شلون ما قدموا؟ استادية بس غيروا أسماء المدارس. يعني هاي اللي سووها، يعني غيروها من أسماءها الأصلية اللي موجودة بها إلى أسماء هم مدري من جابوها، مثل إعدادية التأميم في بغداد الحرية. تأسست فيها تأميم النفط، شالوها سموها إعدادية العقال. المهم هم ذولا اصلا جايين. نعم. يعني انا انقول لك، شهر السابع 2003 اجتمعوا بينا بوزاره الصناعه، ما كان اكو وزاره الصناعه. نعم. اجتمعوا بينا بالمسح الجيولوجي، المستشار الامريكي ومستشار عراقي. نعم. بالناس قمت انا فرحان، قلت لهم احنا حافظنا على معملنا، ما صار بي شيء. قال لي: ومن قال لك تحافظ عليه؟ احنا اصلا مخططين انه بعد ماكو اي 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 جهه حكوميه، لا تعليم ولا صناعه ولا زراعه ولا كله. من كان يقول هذا الكلام في ذلك الوقت؟ المستشار الامريكي ومستشار العراقي. نعم. وكان لكل وزاره في ذلك الوقت مستشار امريكي. نعم. نعم. احسنت. مشرف. فاني وقتها عرفنا بعد انه هذول اجوا استثمروا هذا الموضوع، اسسوا بنوا مدارس حكومية، بنوا مدارس أهلية حتى يمولون أحزابهم وزيدون فلوسهم، وتكمل للمدارس جامعات أهلية. يعني ستتباوع تعدد الجامعات الأهلية اللي بالعراق، يعني بكل دول الجوار، يمكن 5 دول 6 دول ما كلها. فهذه سياسة مدروسة. أنا بس أنا أقول لك بشيء تفائل فيه دكتور. نظام الملالي سينتهي في إيران، وينتهي معه نظام الملالي في العراق. فاطمئن من هاي الناحية إن شاء الله، لأن أمريكا اللاتينية وأوروبا تطورت بعد أن انتهى حكم البطريرك، إذا أكيد حضرتك تعرفوا بهاي الشغلات. من رجل الدين انتهى أن يكون هو الحاكم، هاي الدولة تطورت، وإحنا إن شاء الله في طريقنا إلى ذلك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أبو أحمد من بريطانيا كان معنا.
نذهب إلى الهاشتاج، حيث كشفت مصادر مطلعة عن صدور أوامر بإخلاء نحو 120 أسرة، أي نحو 400 شخص من إحدى المجمعات السكنية في العاصمة بغداد خلال الشهرين المقبلين. وقالت المصادر بأن مئات المسيحيين النازحين مهددون بالترحيل من المجمع الكائن في بغداد، والذي يحمل اسم السيدة مريم العذراء عليها السلام، والمشيد على أملاك حكومية مع حلول فصل الشتاء بمهلة لا تتجاوز نهاية رأس السنة. وبينت المصادر بأن ملكية المجمع تعود إلى دائرة عقارات الدولة بحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلا أنه فيما بعد استحوذ المصرف العقاري على جزء منه. وأوضحت المصادر بأن نوابا مسيحيين سابقين كانوا قد طالبوا دائرة عقارات الدولة بعقد يضمن حقوق تلك الأسر، إلا أن الأخيرة لم تنفذ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحجة الاستثمار. وأضافت المصادر بأن المستثمر كان أقوى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء فحصل على موافقات، وأن العائلات تفاجأت باقتحام قوة حكومية للمجمع ومن دون سابق إنذار لإبلاغهم بالإخلاء. دعونا نستعرض سويا عددا من التغريدات تحت وسم مجمع مريم العذراء السكني. تقول صبا طارق، تقول مجمع مريم العذراء السكني أنت الساكت اليوم، الدور عليك باشر. تقول لا مذهبك ولا دينك يحموك ولا دولة تحميك، الموصل وقراها بمكوناتها تهجروا، الغربية تهجروا وتغيبوا، ديالة تهجروا تم تهجيرهم، ايش تنتظرون؟ عاجبكم تفرغون البلد من أهله وتملوا إيرانيين الظاهر؟ تتساءل. أما حسنين فيقول قبل عام زار البابا فرانسيس العراق ودعا المسيحيين للبقاء هناك، إذ زعم بأن نظام العملية السياسية سيوفر الأمانة لكل العراقيين. ومع زخم الوعود والدعايات تأتي قضية مجمع مريم العذراء السكني لتظهر جزءا من حجم الأكاذيب عن وضع العراق وسياسات التهميش والإقصاء فيه. أما محمد فيقول مجمع مريم العذراء السكني، الحكومة بلا حياء تريد تهجير المسيحيين مرة أخرى من المجمع، ولم تكلف نفسها بإعادتهم إلى بيوتهم ومناطقهم. أما قلقامش فيقول قلتها قبل، الحكومة العراقية تريد تهجر الأقليات بطريقة غير مباشرة حتى يبقى العراق بس لهم مجمع مريم العذراء السكني. طبعا هذه العوائل، يعني تجدر الإشارة بأن هذه العوائل هي بالأصل نازحة ولا تستطيع العودة إلى مناطقها المهدمة، واليوم تجبرها الجهات الحكومية على إخلاء هذا المجمع السكني. وهناك مناشدات عديدة حول هذا الموضوع، موضوع تهجير 120 عائلة. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بأن المسيحيين مسيحيو بغداد مهددون بالتشريد، وكان هذا الوسم قد تصدر الترند في العراق. قرأنا لكم بعضا منها هنا على الشاشة، وسوف نقرأ بعضا منها مباشرة من الهاتف. تقول سيلفانا، تقول أوامر بإخلاء 120 أسرة مسيحية من إحدى المجمعات السكنية في العاصمة بغداد خلال الشهرين المقبلين مع قدوم الشتاء. مجمع السيدة العذراء مريم استضاف على مر السنوات الماضية 120 أسرة، بينهم نازحون وأسر فقيرة بعد أن دمرت مناطقهم خلال فترة سيطرة داعش على مناطقهم الأصلية في العراق. نعم، سكان وأهل البلد الأصليين يهجرون، لا ذنب لهم سوى بأنهم سكان هذه الأرض. نعم، طبعا التفاعل كان تفاعل كبير خلال الساعات الماضية حول هذا الموضوع، وتم تناقل كذلك صور، بعض الصور لهذا
المجمع الكائن في العاصمة بغداد، ومطالبات بإيقاف هذه العملية، عملية تهجير الأسر المسيحية من هذا المجمع. دعونا نذهب إلى انفوغرافيك وموضوع حول متصل حول موضوع التهجير وإجبار الأهالي على ترك مناطقهم. 8 سنوات مرت على مأساة تهجير أهالي جرف الصخر، نداءات ومطالبات من الأهالي، وعود من المرشحين الحكوميين، لكن بالنهاية لا حل، إذ أن إيران هي من تملك فقط وفي دوائرها الضيقة مفتاح ناحية جرف الصخر، تلك الناحية التي أصبحت نقطة تحول في مشروع الميليشيات في العراق، وكشفت عن نهج تغيير ديموغرافي يستهدف المناطق الاستراتيجية في العراق لإنشاء خرائط طائفية جديدة تمر على جثث المدنيين وأطلال منازلهم. مزيد من التفاصيل حول جرف الصخر في ذكرى سيطرة الميليشيات للسنة 8 على التوالي في سياق هذا الانفوغرافيك التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. دعونا نتابع مع بعض. تابع على وزارة الدفاع أو تابع على وزارة الداخلية أو تابع على أي جهة من الدخول إلى جرف الصخر. معنا أبو علي من العاصمة البريطانية لندن، أرحب بك معنا أبو علي. مسلسل التهجير والنزوح يعني يبدو أنه لن يتوقف في العراق. في أمرلي اليوم حديث عن تهجير أهالي وتهجير مسيحيين من مجمع سكني في العاصمة بغداد، واليوم الذكرى 8 لنزوح وتهجير أهالي جرف الصخر. يعني جرف الصخر وكأنها صحراء نيفادا، لا أحد يستطيع الدخول لها حتى القوات الحكومية بشهادة مسؤولين، ومنها ما يعني ذكره التقرير لتصريح سابق لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي. مرحبا بك، حياكم الله. السلام عليكم بك. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم الفصائل الإرهابية مع سيد الشهداء، إذا ما أعرف سيد الشهداء منه هذا يا سيد الشهداء، ما أعرف بقيادة الإرهابي هذا أبو ولاء الولائي داخل بقضاء أمرلي ومعتقل ومهجر، وحتى كاتل أطفال. يعني ما أعرف هو هذا دين عمي، هذا دين هي هاي عبارته. ما أنا أريد أشوف أنت لوين تريدون توصلون، يعني أنت لوين تريدون توصلون. يا مجرمين، يا قتلة، يا إرهابيين، يا دواعش. فصائل سيد الشهداء، يا سيد الشهداء، أي شيء الشهداء. يعني الحسين يرضى؟ إذا قصدكم على الحسين، هذا الحسين يرضى بالقتل؟ يعني يقول جماعة بعد شوية لا تحكي بالطائفية. عمي مو أنتوا الشيعة حاكمين العراق صارتم 20 سنة، مو كافي تهجير، مو كافي قتل؟ وأنا أعتب على دور الشيوخ العشائر. طبعا هي الأحزاب، الأحزاب التي يعني تخرج بهذه العناوين هي المسؤولة، وليس يعني عموم الشيعة أو عموم السنة. لا هم الشيعة عمي، هم الأحزاب الشيعية. نعم الأحزاب، هم الأحزاب الشيعية. نعم هو الأحزاب الشيعية، لا يعني موافقة أمام القوة الأمنية دولة على أساس هم الجيش وما الجيش والحكومة. ليش دولة ما يقدرون يتحاكموهم عمي، ما يقدرون
تحاسبوهم. وحدث كذلك في اليوم يعني هناك يعني إرغام ل 120 عائلة مسيحية أصلا هي مهجرة بكذلك تهجيرها من مجمع سكني في بغداد. نعم 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 هي دولة جاي تحكمها ميليشيات. زين انت ليش تضحكون على العالم وتشكلون وزراء وتشكلون محافظين وتشكلون ها؟ قولي بابا دولة جاي تحكمها ميليشيات بأوامر من إيران الإرهابية. عمي فضوها السالفة. الشعب العراقي عمي قوم شوف سوي ثورة عارمة. انتم هالشيء تشوفون بإيران الجاي يصير؟ نعم. ظالم شهر ونص النساء والأطفال والشباب كلها برا. عمي دول يحكمون مئات السنين إذا ما تتحركون يا شعب العراقي. شكرا لك أبو علي من لندن كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.